ومن مهرجان التمور إلى النشرة الاقتصادية. باقة من الأخبار الاقتصادية والمال والأعمال بصحبة مرنا إيهاب. إليك مرنا. شكرا لكم محمد وصحر. والآن جولة اقتصادية جديدة محليا وعالميا. تواصل وزارة التنمية المحلية الدفع بسيارات مبادرة سند الخير التي أطلقتها الوزارة العام الماضي، وذلك لطرح كميات إضافية من السلع الغذائية والتي يتم طرحها بجودة عالية وبأسعار مخفضة تقل عن مثيلتها في الأسواق، وتبلغ نسبة التخفيض من 20 إلى 25% خاصة في المناطق الشعبية والقرى الأكثر احتياجاً بجميع المحافظات. كما وصلت الوزارة تكثيف المعارض والشوادر والمنافذ الثابتة والمتحركة لبيع السلع الغذائية خلال الفترة المقبلة استعداداً لحلول شهر رمضان المبارك. ويأتي ذلك استمراراً لجهود الوزارة في المساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية وخاصة من محدودي الدخل ومواجهة جشع بعض التجار واستغلالهم للظروف الراهنة. هذا وتستهدف مبادرة سند الخير المناطق الشعبية والأكثر احتياجاً لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية بجميع المحافظات. قام وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا بتكريم كوادر قطاع البترول الذين اجتازوا برنامج تطوير الإدارة الوسطي بالتعاون مع لجنة البترول والغاز بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، وذلك في إطار مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول. ويعد برنامج تطوير العنصر البشري وبناء قدرات العاملين بقطاع البترول ورفع كفاءتهم إحدى الركائز الأساسية لمشروع تطوير وتحديث القطاع، والتي تهدف لتزويد القادة والمديرين التنفيذيين بالمهارات اللازمة لقيادة جهود الدولة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. برنامج طموح أطلقناه في 2016 ضمن خطة تطوير وتحديث قطاع البترول، وطبعا احنا كقطاع بنتعامل مع الموارد الطبيعية. الموارد الطبيعية عندنا البترول والغاز والتعدين، وكمان عندنا الموارد البشرية. الموارد البشرية هو عنصر أساسي في معادلة النجاح. مش ممكن هننجح من غير ما يكون عندنا العنصر البشري مؤهل ومدرب وعنده كل ما يؤهله ان هو يقود ويواجه التحديات. طبعا احنا بنتكلم على مركز اقليمي للطاقة، وبنتكلم على تطوير، وبنتكلم على ثروات كبيرة يتم إدارتها، محتاجة كفاءات ومحتاجة علم ومحتاجة شباب مؤمن بإمكانياته ومؤمن بإمكانيات البلد، وبالتالي كان لازم نطلق هذا البرنامج. احنا كان الاعتماد كله على تطوير ازاي نطور الكفاءات القيادية الخاصة بوزارة البترول. كنا مجموعة من الناس ومن الشباب المختلف من جميع الشركات القطاع، وده ان شاء الله يعني نامل انه يساهم ويساعد في تطوير القطاع وتطوير الشركات اعتمادا على الكفاءات الشابه ان شاء الله. كورسات مكثفه على احدث الوسائل العالميه بحيث ان احنا نواكب العالم من حيث اعداد القاده. تعلمنا حاجات كتير ازاي نعمل استراتيجيك مانجمنت، ودخلنا في تريندنج حاجات لسه داخله جديده، بزنس موديلنج، ديجيتال ماركتنج، على امل ان شاء الله ان احنا يكون لنا دور في المستقبل ان احنا نقدر نعلي البرفورمانس بتاعنا ونقدر نبص روح التيم وورك ما بين الشركات بتاعتنا، وان شاء الله يكون لنا دور في تطوير القطاع في المستقبل ان شاء الله. الحمد لله تم اختيارنا من ضمن 400 واحد من 4000 متقدم من برنامج قاده الشباب المتوسطه لقطاع البترول، والحمد لله ربنا وفقنا يعني انا اطلع من التوب 10 يعني، وده شرف ليا طبعا. معايا زملاء قطار اعزاء يعني هتعلم منهم كتير. الحقيقه البرنامج كان مفيد جدا السنه اللي فاتت كلها، كان كورسات كتيره اخذناها في مجالات مختلفه، وكان حاجه طبعا مسليه للواحد، واتعشم ان شاء الله الواحد يقدر يفيد يعني القطاع والبلد باللي اتعلمه يعني ان شاء الله.
في سوق المال أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم أولى جلسات شهر مارس بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات محلية وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.93 تريليون جنيه. وعلى صعيد المؤشرات ارتفع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 17123 نقطة. كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 3059 نقطة. وقفز مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 4546 نقطة. وفي أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي مدعومة بالبيانات القوية لقطاع التصنيع الصيني، مما يعزز الأمال في تعافي الطلب على النفط في الصين أكبر مستورد للخام في العالم. وارتفعت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة 0.72% ليصل إلى 84.5 دولار للبرميل. وارتفعت أيضا العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة تقدر ب 79% مسجلة 77.66 دولارا للبرميل. كما صعدت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.2% لتصل إلى 2.83 دولار للتر. وفي المقابل تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.75% لتسجل 2.62 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. قال البنك المركزي اللبناني أنه سيبدأ بيع الدولار نقداً بسعر 70,000 ليرة على منصته صيرفة ابتداء من 2 مارس. هذا وخسرت الليرة اللبنانية أكثر من 95% من قيمتها مقابل الدولار في السوق السوداء منذ عام 2019. ومنذ بدء الانهيار ارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل هائل تدريجيا، وبدأت متاجر السلع والمواد الغذائية في لبنان تسعير بضائعها بالدولار تنفيذا لقرار وزارة الاقتصاد الذي صدر الشهر الماضي. وسجل لبنان أعلى معدل تضخم سنوية بنسبة 332% في عام 2022 وفق تقرير للبنك الدولي. وافقت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي على منح الرئيس الأمريكي جو بايدن السلطة لحظر تطبيق التواصل الاجتماعي تيك توك المملوك لشركة صينية وتطبيقات أخرى. ووافق المشرعون بأغلبية 24 صوتا مقابل 16 على مشروع القانون الذي يمنح الإدارة سلطات جديدة لحظر التطبيق المملوك لشركة بايدانس والذي يستخدمه أكثر من 100 مليون أمريكي، بالإضافة إلى تطبيقات أخرى يعتقد أنها تشكل مخاطر أمنية. انتهت جولتنا الاقتصادية، والعودة إليكم مرة أخرى محمد وسحر. شكرا لك مرنا.